ما نعاني بتراب مقاطعة مولاي رشيد، وكما كتعرفوا النقطة السوداء اللي فاضت الكاس وهي التبوريضة اللي احنا في غنى عنها، اللي جميع المنابر الإعلامية تكلمت عليها، وتكلمنا حتى على السيد رئيس مقاطعة مولاي رشيد، قلنا له الله يجازيك بخير، منطقة مولاي رشيد تفتقر لأشياء كثيرة، مثل الأدوية ديال الأنسولين، الإنارة المنعدمة، المساحة الخضراء الغير متواجدة واللي كاينة هي واحد المتنفس بسيط اللي هي الجردة ديال الغابة الخضراء والجردة ديال الهدى، اللي في حالة كارثية. إلا أننا كنشوفوا السيد رئيس مقاطعة مولاي رشيد ومازال هذه أسبوع دابا وهو واقف على رجل واحدة دير الترازة وخدام ليلا ونهارا في الشمس وفي العجاج من أجل باش يوقف هاد التبوريضة. ما عرفناش هاد رئيس مقاطعة مولاي رشيد أشنو كينهج أشنو كيقلب، إلا غادي نقولوا أشنو خصك العريان خصني خاتمة مولاي. حنا منطقة مولاي رشيد كتفتقر بزاف الحوايج، للشباب اللي كيضيعوا اتجاه المخدرات، اتجاه عدم الأشغال، عدم الشغل اللي ما كاينش في منطقة مولاي رشيد. لو أننا وفقنا غير هاد الأموال اللي كتصرف في هاد التبوريضة غير من أجل دعم الشباب فيما هو اجتماعي فيما هو ثقافي فيما هو ريادي، كون أكيد بأن صاحب الجلالة غادي يرضى عليك، وغادي نقولوا بأن ان راه عيد العرش راه ماشي ديالك بوحدك السيد رئيس مقاطعه مولاي رشيد، عيد العرش ديال جميع المواطنين والمواطنات. حنا الحمد لله دائما كنرفعوا الرايه ديال البلاد ديالنا في عده تظاهرات وفي عده مجالات رياديه، والحمد لله بلادنا كنشرفوها، ولكن دابا راه كتكلم على مدار قراوي عوض ما تتكلم على مدار حضاري. وانا ما كيشرفنيش رئيس مقاطعه مولاي رشيد يتكلم كشخص في مدار قراوي، وحنايا الحمد لله كنتكلموا كناس في مدار حضاري، في مدار يعني تتشوفوا الشوارع ديالو الخارجيه، لا ديال عبد القادر الصحراوي، لا ديال شارع ادريس الحارثي، لا ديال عقبه بن نافع، كلها يعني كتنجز كتصلح من طرف مجلس المدينه بالمراقبه ديال السيد والي جهه الدار البيضاء سطات، اللي مشكور السيد والي الجهه على يعني الوقفه ديالو على هاد الشوارع. السؤال المطروح لهاد رئيس مقاطعه مولاي رشيد، كيف يعقل كتكلم على والي جهه الدار البيضاء سطات وعلى عامل عماله مولاي رشيد وتتقول لهم بان هاد التبوريضه بالمباركه ديال والي جهه الدار البيضاء سطات؟ انا راه كنقول بان السيد والي جهه الدار البيضاء سطات ما باغيش منطقه قرويه، راه باغي منطقه حضاريه. دابا نتايا اموال تصرف في هاد التبوريضه والانسولين ما عندكش في المقاطعه، واش هاد الشيء هذا غادي يرضى عليه السيد والي جهه الدار البيضاء سطات؟ اكيد ما غاديش يرضى عليه. واللي بغيت نقول النقطه الاخيره، الانسولين اللي تكلمت عليها في المقاطعه راه ديال الوليدات الصغار، راه وليدات خاصهم السيلوات، ما عندهمش في المقاطعه، راه كيموتوا ببطء جراء مرضى السكري. فحاول ما امكن تاخذ الاولويه للمنطقه والهشاشه اللي حنا كنعيشوا فيها، عوض ما تصرف الاموال في هاد المنطقه. جينا اليوم باش نتكلموا على هاد اللامبالاه اللي كتعامل بها مقاطعه حي مولاي رشيد من خلال هاد الحركه اللي غادي تصرف عليها ما يقارب 600 مليون، 110 مليون خاصه غير بالاكل في اي بي والطواجن ديال اللحم والطواجن ديال الدجاج، و 110 مليون باش قادت هذه الارض، هي 220 مليون و 600 مليون في المبلغ الاجمالي اللي غادي تخسر على هذه الحركه. هاد 600 مليون اللي خاصها تخسر على مشاريع خاصه اللي متوقفه في منطقه مولاي رشيد. ملي كنشوفوا هذه الحركه اللي كتسقى بالماء الصالح للشرب باش كيهيئوا بهذه الارض، الماء الصالح للشرب
اللي حنا ديال هذا الجفاف اللي كتعاني به اللي كيعاني منه المغرب بصفه عامه والمنطقه بصفه خاصه. كنشوفوا ان لي كاميونيت ديال الماء ديال الماء الصالح للشرب هو اللي كيتسقى به. ملي كنشوفوا هاد 600 مليون اللي كتخسر على هاد الحركه واللي ما تنفعش بها المنطقه ديال حي مولاي رشيد، السؤال شكون هو شنو هو الهدف من اننا نخسروا 600 مليون في ظل ان كاينين المشاريع اللي حنا اللي موقفه وحنا في حنا محتاجين ليها في المنطقه ديال مولاي رشيد. السؤال المطروح هنايا علاش ذاك العام تخسرت 500 مليون وهذا العام تخسرت 600 مليون؟ علاش حنا في مدار حضاري علاش نستافدوا من هذه الحركه؟ ما نستافدوا من شي حاجه. السؤال المطروح دابا شكون اللي كيستافد من هذه الارضيه اللي كتجهز 110 المليون؟ اللي غيستافد منها هو المقاول اللي غادي يجي من وراء من وراء الحركه وغادي يبدي يبني فيها. داك العام جهزنا الارض اللي حداها ها هو بدا كيتبنى فيها المشروع ديال السكن الاقتصادي، هذا العام خسرنا على 110 المليون باش يستافد منها المقاول اللي غيجي يبني فيها، و 110 المليون ديال الاكل. اذا كنخسروا في الفلوس في الخوى الخاوي، رافضين ان تخسر هاد 600 مليون في الخوى الخاوي في ظل ان كاينين المشاريع اللي متوقفه في المنطقه ديال مولاي رشيد، المشاريع اللي حنا محتاجين ليها ولحد الساعه متوقفه، والسيد الرئيس ما عطاش واحد الاهتمام كاين مسجد ديال التقوى اللي سبع سنين هو مسدود. ديو غير الاجر غير في ذاك المسجد، الناس الساكنه ديال المجموعه خمسه راه كضرب واحد المسافه، والناس المعوجين والناس اللي في وضعيه اعاقه اللي ما لاقينش فين يصليو، كيضربوا واحد المسافه طويله باش يمشيوا لاقرب مسجد ديال الحي الصناعي باش يصليو تما. اعطيو اهتمام بحال هاد المساجد بحال هاد المشاريع اللي هي متوقفه، هادو ما يتخسروا فيها الفلوس، ماشي تخسروا في الخاوي في هاد الحركه. هذا بغينا نوصلوا الميساج السيد الوالي باش يدير واحد التدخل ديالو، لا هو السيد العامل، السيد العامل اللي ناعس بصفة عامة، ناعس ما شلنا منه حتى شي حاجة في طيلة هاد المدة اللي هو كاين في عملات مولاي رشيد. بغينا السيد الوالي يتدخل ويتكلم مع السيد العامل على أساس أن بارك من هاد الموبيلات وبارك من هضر المال العام اللي محتاجين ليه الساكنة ديال منطقة مولاي رشيد. كنشوفوا الشوارع الخارجية هي الحمد لله هي تصلحات، لا من ناحية الجرادين لا من ناحية الشوارع هي مزيانة، ولكن داخل منطقة مولاي رشيد راه حالة كارثية، لا من ناحية الإنارة لا من ناحية الحدائق اللي دون المستوى. نتمنى أن يكون واحد التدخل ديال والي جهة الدار البيضاء 16 باش يوقف هذه المزالة.